اهلا بكل مشاهدي ام بي سي مصر. الاتحاد البرلماني الدولي منظمه دوليه تم انشائها عام 1889، وهي منظمه بتعمل لتعزيز حقوق الانسان ونشر قيم الديمقراطيه ونشر السلام بشكل عام. وبالطبع هناك العديد من اطر التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي. ولمعرفة مزيد من هذه التفاصيل يسعدنا أن يكون لنا لقاء خاص مع ضيفنا الكريم اليوم رونالد لوبوتكا، رئيس المجموعة الاستشارية عالية المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف بالاتحاد البرلماني الدولي. هلو، نايس تو ميت يو. في البداية بنرحب بحضرتك على شاشة ام بي سي مصر، ونحب أن نعرف طبيعة دور وعمل الاتحاد البرلماني الدولي في مواجهة الإرهاب وتعزيز قيم التعايش السلمي. أنا شاكر جدا لدعوة رئيس البرلمان العربي زيارة مصر والاتحاد البرلماني الدولي، وهو منظمة لها دور كبير في مواجهة الإرهاب، وأنا ممثل للمجموعة الاستشارية عالية المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف بالاتحاد، وهي أيضا منظمة تتكون من 179 برلمانا على مستوى العالم. إذن نحن بحاجة لأن نعمل سويا لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمات الدولية، وأحب أن أؤكد أن مصر لها دور كبير في حل القضايا الإقليمية، ولذلك أنا هنا في مصر، وقد التقيت بعدد من القيادات البرلمانية أمس، وأيضا قيادات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتناقشنا في مختلف القضايا. وكيف ترى هذه اللقاءات المهمة التي قمت بها؟ في الحقيقة أنا سعيد ومنبهر بمدى إيجابية هذه اللقاءات والمناقشات التي دارت مع قيادات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولاحظت بعد الزيارة مدى الاحترام الذي تكنه هذه القيادات لكل الأديان واحترام أصحاب الديانات الأخرى غير المسلمين، وهذا كله أمر مهم جدا بالنسبة لي ورائع للغاية. ذكرت في التصريحات الصحفية أنك سعيد لمقابلة دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية، فما رأيك في هذا؟ وجدته على قدر كبير من المعرفة والدراية بمختلف القضايا المهمة، ولديه رؤية وخبرة عالية يمكن الاستفادة بها في التصدي للإرهاب، فهو رجل على قدر كبير من الاحترام ويقدر كل الديانات، فهذا كان أمرا جيدا بالنسبة لي.